السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ضحكتيني، انا كنضحك انا ديما هكا. ايوا كيما كتشوفوا انا جيت عند صاحبتي وحبيبتي نزهه اللي قلت لكم نتوما كتعرفوها نزهه التي في. كيعرفوني غني على تعريفك البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه مزيان والله البنات. اليوم انا فرحانه بزاف بزاف، عزات عليا مسكينه بزز بزز البنات والله شوف بزز شحال انا بلاتي بلاتي بقالي وقتك نتيا انا بلاتي. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه مزيان. عرفتي فرحانه بزاف جات عندي اختي وصاحبتي الصراحه الله يعمرها هذاك. زعما راه عرفتي شحال حنا شحال حنا مصاحبين دابا؟ راه شحال راه شي 6 شهور ولا اكثر بحكم بحال هكا. راه ملي كتذكر راه شي والله عندي مع 200 ابوني وقيله. ملي كانت عندي 200 ابوني ما كنت عارفه والو. البنات في القناه هي اللي ورتني كلشي وكيفاش تلاقينا قصه طويله باش نعاودوها لكم والله العظيم. ايوا انا جيت وما شاء الله مسكينه كلفت على راسها في حقها والله العظيم. بالعكس لا لا والله ما كلفت والله بالعكس. ها انتم معنا ان شاء الله، احنا جينا عندهم ندخلوا عليهم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. وانا راه وليت بخير، سنتي راه بخير وعلى خير الحمد لله. الساعه خرجت مني عرفتي البنات الخويفه هذيك الدرسه ما حيدتها حتى غفر لها الله يطولو. وانا بحيده وكنهضر معاها عمرها ما تنسى ليا والله الا كنت قصحت بزاف البنات. عرفتي ما قدرتش تهضر معايا كتكتب لي عرفتي حتى 12 الليل وباقي الدم كيدوز ما بقاش باغي تحبس عليا عندك الزهر ما عرفتش الله يسلمك. ولكن تبارك الله داك الطبيب واخا تا هكاك لا متعلم ماشي بحال مزيان في التكنيك ديالو متعلم. المهم ها انتم معايا ان شاء الله وحنا اللي كانت انتم غتشوفوها معنا اللي كانت تشوفوها معنا يلا زيد يلا السلام عليكم. المهم البنات احنا جينا احنا جينا تقولوا ما جينا انا شوف انا غادي نجوع ما تهضروش معايا لا لا كنت صحه والله لا حرج هز اخويا كل بغيتي. مرحبا بكم مرحبا بكم انتوما معانا والله ملي كتوحل الله يلا نعطيك هذا جينا عند اختي نزا والله مرحبا بكم تبارك الله داك الشيء اللي حطت في حقيقه بقى يقطع غادي نقول بسم الله حتى بابا كان ولا ما كاين امتحانات والو صافي البنات ما كاين ما قعدنا ما فاش يمشي عجبتك اوكي صافي عجبتك اوكي راني ما وريتكمش اش خديت، يعني ما صورتش داكشي في الدار مع ما ساليتش وداكشي. غادي نصوروا ان شاء الله غنوريكم داكشي اللي جت ليا. حنا امورين اسفي معروفين بالخير والكعك 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 وجت ليا المخار. انا
نشارك معكم هاد الشيء اللي جديها ان شاء الله هاد الشيء يعجبك بعدا ولا الشرا ماشي الخير وبركه نقولش هكا والله العظيم تستاهلي كل خير والله الا الخير وحق ايوا راه حبيبتي واختي وماشي اكثر من اختي والله العظيم صراحه الله يعمر هذا الناس راجع والله نعم الصدقه ونعم الصحه بلاتي نوريهم غير الطويجين ها الطويجين البلاد ديال اسفي والله عاد تدير في كل شيء منه ديكور منه كل شيء هانتوما شوفوا البنات فاش داير هانتي وريهم انا كنوريهم هانتوما البنات انا ما وريتوش في الدار عندي ما بقاش ليا الوقت يلاه زرب 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 و حيت الدقيقه تاعته لي تجري وتاب مني بغيت نجي البنات مني بغيت نجي في الكار ما بقى ما لقاش لي الوقت ووقع لينا مشكل عرفت لقينا جوج كسيد يا ربي السلامه وتخاصمنا مع مول الكار حتى هو كان عايصفيها لينا عرفتي خرجت منا وتخاصمنا مع مول الكار عرفتي تناضت واحد عرفتي خلعنا صافي الناس وعرفتي تصوروا البنات الطريق عامره وبغى يدوبل عرفتي دابا بدينا كنغوتو عرفتي راه بدينا نغوتو فاش الدراري صغار باش والله مهم بلا ما حنا هاد النهار جات هاد النهار زوين جيتي كنقول فيها راه تخلعت البنات صح خلعت من هكا غير خلعت خرجت مني الحمد لله بعدا ملي وصلنا عاد خير على الحمد لله ومره عثمان كيهبط مره كيهبط الكوفر باش يشوف تما فين حاطين كيخاف على الفخار اللي يتهرس مره بحال هزين البيض حق الله واختك شنو البيض ويلي المهم انتم خديت ليها هاد السوبيره مع جيران مع مدان جبت لها سوبيره هي مولات الخير انتي جا سوبيره فاش تكب الحريره هاي الوالده مسكينه بقات فيها مهم هو كيجي على مسكينه شنو شحال كنشوف فيها فيها ست شباب من البنات فيها سته كي جات واللوين زوين البنات ها هاك قلبي لي مخزيه خزيه شتوها هي قاعده حداني انت ما واش خرجت لا كاينه هنا هاكو كي البنات هاكو هاكو جالسه وسطنا ايوا هذا خلاتني و هاد دوك الطبيصلات باشون يحمقهم صراحه كلشي زوين والله جبت لها ست طبيصلات ديال الخدمه ديال اسفي عرفتي غزاله وفيها سته هذا تبصيلها البنات ها نتوما كيت حتى بغيتي تعلقيهم ولكن لا تقدري ديري بحال هذا كيدار فيه الديسير يدار فيه بحال كانت ملوين وهذا حتى هو البنات هذا بوحدو فيزا حيتاش غارقين غارقين البنات غارق او وهذا حتى هما هاد النوع كي داير لا زوين في ستة راه بنيت لهذا فكرت راه واخا هكا راه ماشي واخا هذا في شكل ديال هذا شتيه شكلو ولكن واخا داك مع اللوينات وحمقوني هاد الايات ايات زوينين ايات غنديرو البنات فحال هنايا دابا الله بحال هكا الله في الجنب من هنايا والله في اليسر وفي اليسر حتى هوايا الله والوسط محمد صلى الله عليه وسلم ديري على الصلاه والسلام ديري الله هنا والوسط ديري محمد تعلقي هذاك الشيء اللي غندير عليه افضل صلاه شتو البنات انا زعما ما بقاش لي الوقت انا سبحان الله شاركتو معاكم هنا عندها سبحان الله الصالون زوين الصالون زوين هذا سبحان الله دارت صالون غزال وراه سبحان الله غادي نعطيكم لي ميسره سبحان الله والله الا قلت غادي نديرو قبل ما يجي البنات غابو بونوكازيو شوفي وباقي نقي وزوين واخا هاد الميده حتى هي زوينه ولكن داكشي داير حتى اللون ديال حتى اللون زوين راه بعد ما كتلقاي حاجه في القديم حسن من هذاك الشيء راه والله شي كيكون داكشي صحيح كيكون كنبقاو كنديروها راه نسيت الكاميرا صافي نسيت
كوكي كاس تسنى كيكون داكشي البنات كيكون صحيح كيكون صحيح لا رجلي والله راه شعر الله حتى انا غير في الصباح حتى صاحبتي جديد مشينا والله حتى غالي غالي دق عني بزاف بزاف كي ويلك كي بزاف كي ما غنفرش الصاله والله العظيم بزاف المهم انتما كتعرفوا انتما نزهه تي في ان شاء الله راه غنحط القناة ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله دخلوا عندها ومرحبا بكم عندها ربي يخليك ربي يخليك والله ربي يخليك الزين ديالي المهم هذا الشيء اللي بغينا نشاركوا معكم خير البركه والله ان شاء الله طول صحاباتنا ساعه الخير يا رب والله العافيه والراحه والله راه باقي غتجي عندي ان شاء الله الاس ضروري والله ما نزلك غتجي عندي البنات شحال تروق لها شوفي والله غنشيبك كما شيبتيني جي 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 غنشيبك نخليك انت جدين البنات وجيت انا فرحانه تصوروا البنات فرحانه عرفتي اللي صابت وفي حقيقه انا وراجلي فرحنا ليه بزاف انا راه باقا مصدومه مغرومه كيفاش جيتي سبحان الله سبحان الله العظيم وكما كنتي عزيزه عليا نجي عندك واختي شيبتيني جي 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 انا فينك فينك عندك يجيك الخير والله العظيم يجيك الخير والربع الصحه والراحه الله يعطيك الصحه والله صراحة والله إلا كثير هذا الشيء والله العظيم إلا كثير شوفي أقدامكم والله إلا في يوم الخير بلا نفاق وقلنا نشاركوا معكم هذا الشيء يعني راكم عارفين اللي كاين وانتم راكم مغرب انتم راكم صحاباتي وخواتاتي ويعني راه قلت لكم ديما كنقول لكم أي حاجة في القناة ديالي أي حاجة غنشاركها معكم وهذه كما كانت اختي ما يعني راه ماشي اكثر من اختي راه تصوروا صراحه راه كنعرفها ديجا قبل راه يعني راه ملي كانت عندك ملي صافوني صراحه البنات والله هاد المجمع لا على طمعيه والله هاد الانسان درويش بزاف وتلاقينا صراحه بجوج ما نعرفش كيفاش واخا تعبرت عين ما غاديش نلقاو صراحه درويش بزاف هي كتقولي الاسرار ديال القناه ديالها وانا الاسرار ديال القناه زعما كلشي كلشي الحلوه والمره بزاف الحوايج راه بصح انا دابا كنشوفها اي حاجه المرض خاصني نقولها ليهم فرحت خاصني نقولها ليهم كتحسهم تفرحوا وخا كاينين شي كلشي بحال الله وخا كاينين شي انتقادات سلبيه ولكن ماشي مشكل كل واحد واش متبع كيرجعوا في الاخر شتي انا شحال مره نحطك كيحط لك شي تعليق كيرجع في الاخر كيقول لك عادي حنا حاطين حياتنا وحاطين بزاف الحوايج ويقول لك علاش كتحطي حنا صافي دابا انايا بالنسبه لي انا كنلقى راحتي درت والله درت خواتاتي تصوروا اكثر هي بعد خضرت شي تعليقات كيكونوا ديجا كاينين القدام وكنمشي كنقراهم كنعاود نقراهم كيعجبوني كنتفرج نشوف الصحافه صح كتبغي الناس راه كيبغيوني الناس عندك الحق مهم بلا ما نطول عليكم اللي جينا نهضروا مع السكوت انا ما كنسكتش وانا كشغل منك صافي وراح انا جالسه حدا انا ما فاهمه والو عدد الزين هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولدك راه لصق عليها لصق عليك من السبع تسوق جوه اللهم بارك اللهم بارك يلا ايوا البنات حنا كنصايبو في الروز نديرو في جبيبنات عشانا شكو معانا زيد لك الكوزينة لا لا يلا لقيتوني كنطيب في البطاطا ما زيدت حيت الاولى كنا عيان وجات كتكلم ما بغيتش نجلس قلت لها جيني النعاس زيد اختي في الخاص اللي عاوننا زيدي ايوا شاركنا معكم عشيوتنا تاع اليوم ها نتوما قبل ما يسمحوا لينا ما بديناش معاهم الاولى صافي بقينا كنجمعوا صافي دركنا الوقت وزينا جماعة بحال تقول لك الشمعة فين كنا خازنينه والله ايوا حنا كما كتشوفوا درنا الطيطه الحيمه راه كيطيبوا في الكوكوت وهنا الروز وهذا واش كيكون لي هذا الذره والطون والمايونيز صافي يحيى راه تعشى ونعس نعس نسيتي حنا دابا غنتعشاو ان شاء الله وانتوما معانا في ما درنا شي حاجه انتوما معانا بحال معانا في الدار يلا هانتوما معانا ها هو سي عثمان مقلوب بالنعاس عشانا ها السي
سي عبد الله بابا نزا وهذا رجلا قول السلام السلام عليكم ديري بحالك كوكي حتى هي نسيتي كوكا صاحبتي باي 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 السلام السلام طلي 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 دورا غنطل شديني شقاني نقول السلام سلام البنات لاباس عليكم بخير اللي كتوحم سمح لينا يا بالصحة والراحة